ماشي، انا هتلاقي المحاضرة مشروحة قدامك، بس محتاجة تركز شوية في المعاني. فجبنا الفورسز اف و اتش و سي جي، وعملنا لهم الاكوليبريم ايكويشنز اللي هي اللينير ايكويشنز والمومنت ايكويشن. اللينير ايكويشن مجموع الفورسز بيساوي صفر، والمومنت ايكويشن الار كروس مجموع الار كروس اف بيساوي صفر، حيث الار ده عباره عن اي نقطه فيكتور على اللاين اوف اكشن بتاع الفورس. ده الكلام ده المفروض خدناه في ميكانيكا قبل كده. جيب ست معادلات، ست مجاهيل، بنحلهم الست مجاهيل، بنحسب الست مجاهيل اللي هم عباره عن ايه؟ اف اتجاه الدراج واتجاه السايد واتجاه الفي، و اتش باتجاه الدراج واتجاه الفي، و الار سي جي از ماجنتيود بنحسبه، وبالتالي يبقى الفورسز اللي في السي جي بنعرفهم ككومبوننت في اتجاه الدراج وكومبوننت في اتجاه الفيرتيكال. بعد ما جبنا الفورسز دي زي ما شفنا من نتيجه حل المعادلات كلهم، بنقول بنحل الجزء الثاني من او الفري بودي دياجرام الثاني بتاع التوب ممبر اللي هو الممبر اللي بنتحرك منه الستيرنج، والفورسز اللي فيه هتبقى عباره عن ايه؟ لو نبص على المنظر اللي قدامنا ده، الفورسز دي الجزء الفوقاني فيه كل الفورسز اللي احنا حسبناها دلوقتي، فيه الفورسز اتش، فيها الفورس اف، ولكن مفيش فيه الفورس في الجي لان ده منفصل عنه، ولكن هيبقى في عندي 5 من الست انونز معروفين. 5 من الست انونز معروفين، فببتدي اقول الاتي، ان عندي الاف قلنا فيها 3 انونز حسبناهم، والاتش فيها 2 انونز حسبناهم، والجي فيها 1 انون حسبناه خلاص. طب ايه اللي موجود الجديد عندي في الكونكشن ديت او في التوب ممبر اللي موجود معايا؟ هلاقي ان اللي موجود معايا فورسز الاتيه، كنت عاملهم في مكان ما هنا كاتبهم هنا. في عندي الفورس الحته اللي قلناها دلوقتي، هلاقي في عندي فورسز معروفه اللي هي الاتش والاف والجي، ولكن في عندي اللي ماهوش معروف، اللينك اللي عند الاي واللينك بي اي. نشوف الكلام ده، ايه اللي مش معروف هنا؟ اللينك اللي عند الاي ده الفورس اللي فيها مش معروفة، واللينك اللي عند اللينك اللي عند الاي واللي عند البي اي، نحفظ الحاجات دي الاي والبي اي والجي، نشوفها في المنظر الاصلاني مقصود ايه. لو انت هتاخد الكونكشن دي هتلاقي ان هتعمل القطعه بتاعتك تمر بالنقطه اي لسه ما نعرفش الفورس فيها، وبتمر باللينك الثانيه اللي هي البي اي. لاحظ ان اللينك كانت موجوده هنا، لكن هاخد اللينك بتاعت الفورس للعمودية دي، ده واحدة والاي فيها 3، ده كويس، وبلاقي ان الفورس اتش واي وجي معروفة. لما بعمل القطعة التانية ديت بلاقي العدد الانون فورسز. اساتذة يعني اساسا الموضوع مقرف، انا مش عاوز يعني كفاية عليه القرف بتاع الموضوع. احنا قلنا احنا قطعنا الجزء الفوقاني وجبنا قطعنا في القطع الاولاني K
كده جبنا منه الاف والاتش والجي، صح كده؟ هنعمل القطعه الثانيه كده تاخد الجزء ده. طب الفورسز اللي فيها هتبقى الفورسز الاف والاتش حسبناها خلاص والجي حسبناها خلاص، ايه الفورسز اللي عاوزين نحسبها المره دي؟ الاي والاي دول ثلاثه، وده لان ده عباره عن كونكشن ثابت، فيها هنا ثلاثه فورس وفي هنا واحد فورس، يبقى في عندي كده اربعه. فلاقي ان عدد المعادلات اقل مما يجب، فهنقول طب احنا عشان نحل المعادلات دي هناخد اتنين من المعروفين او واحد من المعروف حسب الحاله، وحل اعتبرهم انون ويطلع لهم قيم، ولو كانت غير صح القيم اللي حسبتها هتطلع زي القيمه السابقه. فهمت اللعبه ازاي؟ يعني باجي احل هنا بلاقي عدد المجاهيل قل، لان في هنا بالثلاثه بالكتير وهنا واحد بالكتير، فاقول طيب هاخد كمان الواحد اللي هنا، يعني اعتبر الفري بار دياجرام ده بيشمل الواحد، يبقى في عندي ثلاثة أربعة خمسة، وفي كمان الانون بتاعي هيبقى التورك اللي بحرك بيه الستيرنج، اعتبر ده برضه مجهول كويس، واحسبه واحل المعادلات دي. فالمفروض تطلع لي المعادلات دي منها المجاهيل بعضها سبق معرفتها، فلو طلع نفس القيمه يبقى كلامي صح، وبعضها ايه؟ هحسبه من الاكوليبرام بطريقه مباشره. هنشوف دلوقتي اللي هنعمله ازاي ومعاك الورق. اللي هعمله هو الاتي، وخلاص قلنا الفكره، ادي الفورسز اللي موجوده في الحته اللي انا قطعتها دي انكلودز الفولوين فورسز السابقه اللي هي في الاتش والاف والجي، والموجوده دلوقتي عند الاي كونكشن فيها ثلاثه. ثلاثه فورسز زائد المومنت اللي موجود في الاوليوسترات، ده يبقى كده اربعه. المومنت اللي بيحرك الاوليوسترات بتاع الستيرنج، واللينك اللي موجوده بي اي، وانا هزود عليهم من عندي، هقول هاخد كمان اللي بتاعه الجي، اللينك بتاعه الجي هعتبره انون، يبقى في كده بقوا ثلاثه عند الاي، اربعه عند الاي اسف، وواحده عند البي اي، واللي كانت موجوده في السي جي هعتبرها انون رغم انها انا عارفها خلاص. وابتدي احل المعادلات بنفس الطريقه السابقه، ان انا اجيب الفورس والار بتاعتها، فورس عند الاي اي عباره عن اي دي واي واف، والام اي اللي هي عباره عن المومنت ده يبقى اربعه، والبي اي فيها لينك فيها واحد، والاخير اللي اعتبره اللي هو السي جي، وده معروف عندي لان كنت حاسبه قبل كده يعني، بس المره دي هعتبره النون لكن بنفس الار وبنفس الفورمه السابقه. يعني ايه بنفس الفورمه السابقه؟ السي جي اهو كنت بحسبه هنا بالفورمه السابقه دي، الار بتاعته معروفه ومعروف بداله السي جي ماشي، ولكن السي جي انا كنت حسبته المره دي، معلش سجله الرقم ده، السي جي هنا طالع 8600، افتكر الرقم ده. انا المره دي هعتبره النون برضه، يبقى عدد المعادلات على الانترنال سوليوشن هيبقوا برضه عدد المجاهيل هيطلعوا عباره عن اربعه اللي هما كام؟ ثلاثه عند الاي، واحده في البي اي، وواحده عند الجي اللي كان سبق حسبتها اعتبرها مجهول مره ثانيه. ليه؟ انا كده عملت عدد المجاهيل سته. هحل الثلاث مجاهيل دول بنفس الطريقة السابقة، أجيب اللينير إيكويشن وأجيب الإيكوليبرام إيكويشن، قصدي المومنت إيكويشن، وأقوم حاسبهم تاني. وركزت المرة دي على السي جي، إحنا كنا حاسبينها قبل كده اللي هي في الآخر السطر دي، الإف سي جي كنا حاسبينها ب 8643، طلعت بنفس القيمة تاني ماشي.
يعني إذا الحل بتاعي consistent وبيطلع لي نفس الأرقام السابقة، إيه بقى اللي طلع لي الـ M اللي هي كنت محتاج أعرفها اللي هي في الآخر أنا واحدة ده بتاعت الـ E زائد الفورس اللي في الثلاثة اللي في الـ ED والـ ES والـ EV، ثلاثة فورس عند الـ E زائد الفورس بتاعت اللينك بتاعت الـ BI زائد الفورس اللي كانت سبق حلتها بحلها مرة تانية كأنون فطلعت بنفس القيمة. إذا ده الانترنال إيكوليبريم بتاعي مظبوط ماشي. بس المهم الفكرة بتاعته بسيطة لكن أعرفها، إن لما جيت أحل الاستراكشر التاني أخدت المجاهيل اللي موجودة اللي هما واحد واثنين وثلاثة، والمجاهيل اللي غير معروفة بتاعت الإي عند الإي اعتبرتهم أربعة، المفروض الماكسيموم بتاعهم ستة، الماكسيموم النون عند نقطة ستة، لكن النقطة دي عشان ما بتتحركش أو في عليها كونسترينت، بس الراجل اللي بيحرك بيحركها في اتجاه الستيرنج، فلكن العجلة نفسها بتروح شمال ويمين. وقلت المجهول الوحيد اللي عنده هو بتاع الستيرنج اللي هو الام اي اعتبرته واحد، ولكن الثلاثة فورسز التانيين اعتبرتهم النون برضه، لكن المجاهيل التانية اللي هي المومنت في اتجاه الزد وفي اتجاه الواي اعتبرتهم معروفين باعتبار ان اللينك بتاعتي او الستيل بتاعي ما فيش فيه غير المجاهيل زائد الاثنين لينكس بحل بيطلع الحل اللي قلناه هو اللي هو ايه، بيطلع الحل اللي بيقول لي ان الاف في الاس جي هو الحل السابق. طيب بعد كده بنقول في المسألة ديت عرفنا المومنت بتاع الستيرنج اللي هو حسبناه 29 مش عارف كام، نفتكر ده برضه 24900 ده المومنت بتاع الستيرنج. ليه بنشوف ده بالذات؟ لان عايزين نعرف منه الستيرنج فورس اللينك اللي بعملها هنا عشان تنقل الستيرنج مومنت ده تتحمل قد ايه. قال لك بص على اللينك دي كبرها شويه، واللينك دي المفروض انها تنقل مومنت اللي هو طلع 24900 على الابعاد دي، ف 24900 انا شايف المسافه اللي هنا دي اللي هي 2 و3 ارباع، فيقول لك الفورسز البي اللي موجوده هنا اللي هو الرياكشن ده لما اقسم الام في على طول اللينك دي اللي هو 8.5 انش، 8.5 دي لما تقسم الام في 8.5 دي هتضيف عليها تاني نص بتاع المسمار، يعني كأن الطول ده 9. قال لك لو هتقسم المومنت ده على 9 دي هيقول لي اللينك فورس فوق وتحت. اقولها ازاي بس عشان يحسب اللينك فورس اللي هنا، انا عندي اللينك دي المفروض عليها التورك من هنا اللي بتنقله الناحية ديت اثناء ما العجلة دي ممكن تتحرك. قال لك المسافة دي 6 والمسافة دي 3 واللينك بتاعتي بتبقى عليها المومنت هنا، قال لك اللينك ده بتعمل لي فورس عند المسمار ده كام؟ قال لك بتعمل لي فورس البي اللي على المسمار ده هتبقى عبارة عن التورك على المسافة دي، يعني كأن الفورس دي محتاجة عشان تتزن الفورس اللي هي 3700، يبقى ده عبارة عن الفورس اللي على المسمار. بانت؟ يعني انا حسبت التورك لينك اللي هي التورك اللي بتقل على اللينك ده، بعد كده ابص على المسقط ده التورك لينك ده بينقل المسمار هنا قد ايه؟ المسافة المسقط بتاع المسافة دي عبارة عن 9، فلو انقل التورك ده بيبقى محتاج عشان يتزن
محتاج 2700 مضروب في 9 عشان ينقل التورك ده. يعني كأن التورك ده بيتنقل هنا على شكل مسمار، وبعدين على شكل فرشه بالمسمار، بعدين الفرشه والمسمار ده بتنقل اللينك الناحيه، بتنقل التورك الناحيه. يعني الاول يتنقل التورك لفرشه بالمسمار ده، وعلى الفرشه بالمسمار ده تنقل التورك الناحيه. قال لك الاند مومنتس ات 3 هيبقى عباره عن المومنت اللي هو الام 3 ده عباره عن ايه؟ في عندي فورس اللي حسبتها، الفورس دي لما تضربها في الاتنين ونص دي هتديلي المومنت اللي بيتحط على اللينك. يبقى الشير بولت في الام 3 يعني كأن لو المسافه ديت 2 3/4 هلاقي ان الرياكشن اللي موجود عند الفورس دي والفورس دي بجيب المسافه المومنت اللي بيأثر على دي، المومنت اللي بيحاول يلف في دي اللي حاسبه دلوقتي كده، اقسمه على المسافه الصغيره دي يطلع لي الفورسز اللي موجوده هنا وهنا. فبيقول لك يبقى ممكن كده بعمل رف استيميشن للفورس اللي موجوده في المسمار ده والمسمار اللي قصاده والمسمار اللي عند 3، وده هيتكرر تحت برضه عند الفورك الثانيه، وبناء عليه ممكن اختار المسمار اللي هنا والمسمار اللي هنا والمسمار اللي هنا بناء على ان الفورس اللي على المسمار ده عليه شير فورس بتساوي 5900، بينما الفورس اللي على المسمار ده طلع 2700. اللي هي ايوه اكسي على المسمار، بس اكسي يعني شير كده. طب شير على ايه بالنسبه للمسمار؟ انا عندي في هنا مسمار، في هنا مسمار، فالفورس دي شير على المسمار ده. ماشي، انا اقصد الفورس اللي هو المسمار عند فين جاي نتيجه ده؟ الفورس دي جايه نتيجه ايه؟ انت محتاج التورك ده، التورك ده تنقله هنا، فانا ببص هنا ان التورك ده موجود عند الفورس دي، يبقى ده عباره عن فورس في اتجاه المسمار. بمعنى ايه؟ لما تيجي تصمم تاكد ان مفيش انك هتمنع المسمار ده انه يتخلع. يعني ده يبقى معمول عليه الصاموله تكفي الفورس ده انه يتمنع يخلع المسمار ده. يعني اذا الفورس دي في اتجاه الاكسيال بتاع المسمار، بينما الفرصة الثانية في اتجاه الشير. يبقى ده ازاي تعمل ديزاين لللينك؟ باينة ولا لسه؟ يعني انا عندي في الاساس اللي حسبته هو التورك اللي كان 24000 ده. ده التورك اللي موجود هنا. التورك ده لو عملت فري بودي دياجرام هنا هتلاقي التورك ده محتاج يتنقل من دي لدي، صح؟ فعايز المسمار اللي هنا لو انت ده مش موجود خلعت الحته دي، ده هيلف معاك، صح؟ فانا عشان اخلي ده يلف في اللي تحت ده بحط مسمار يتحمل الفورس اللي بتتنقل من هنا من التورك للمنطقه دي. فالمسمار ده عباره، الفورس دي عباره عن فورس عاوزه تخلع المسمار، اللي هي كام؟ اللي هي تطلع 2700. يعني فورس يقاومها الصاموله عشان تمنع الخلع ده او اي تثبيته ثانيه. اللي هي اللي هم الاثنين دول. ببص على اللينك اللي فوق دي. اللينك اللي فوق دي عليها فورس جايه لها كده. صح؟ اضرب الفورس دي في المسافه دي يدي لك عزم هنا. العزم ده بيتقاوم عن طريق المسمار اللي هنا والمسمار اللي هنا على شكل شير فورس، صح؟ فالشير فورس اللي هيبقى عند النقطة دي والنقطة دي عبارة عن الشير فورس دي اللي اتحسبه ك 8500.
يبقى لازم النقطة دي والنقطة اللي قصادها يقاوموا الشير فورس دي، حط عليهم انف ريفت او انف بولت ان هو يشيل الشير، يبقى كده مطمئن ان الكونكشن دي سيف. كل الكي كان ازاي ان انا احسب اللود اللي عليها اللي هو التورك اللي بتنقل اللي خدناه كانون وحسبناه طلع 24. ده الغرض من ايه؟ من اللي احنا بنعمله، ان احنا نحسب الفورسز اللي على الاندر كاريدج، لكن مش هنحسب الداينامكس بتاع الاندر كاريدج. والطريقه زي ما قلت لك كده، انك دايما تتذكر ان المساله دي لازم تكون ستاتيكال ديتيرمنت، عدد المجاهيل اللي فيها ما يبقاش اكتر، ما تسمحش بان الاندر كاريدج يكون فيكسد. فعشان كده بناخد عدد الانونز دايما لا يزيد عن 6. ده في الديزاين برضه، يعني لو عندك حته شايف ان عليها 3 انونز اعملهم 2 انونز. بتعملهم ازاي؟ يعني ما تخليهاش هنج، خليها رولر. حاجه محتاجه 1 انون اعملها لينك. فاذا التفكير ده بيساعد حتى في الديزاين بتاع الاندر كاريدج، عشان ما تعملوش اوفر ديتيرمنت، ما تعملوش ثابت، لانك انت عايزه اثناء الاداء بتاعه يكون فيه حركه، لكن ما يكونش ميكانيزم، ولكن يكون ستاتيكالي ديتيرمنت، يعني يقدر يشيل الستاتيك فورسز ولكن عنده قدره الحركه، يعني يقدر يكون يحصل له ديفورميشن، لارج ديفورميشن، لكن ما يكونش ستاتيكالي انديتيرمنت. فالسبب في كده ان احنا بنقول عدد الانونز تحلوا اكسترنال الاول، تطمئن الحكايه دي ان عدد الانونز ما يزيدوش عن 6، اللي خدناهم 6 و2 و1، يبقى كده مطمئنيت ان الاندر كارج يقدر يشيل، لكن مش هيبقى اوفر ديتيرمنت. كويس. ده ليه؟ عشان امنع المومنتس اللي فيه، ما يحصلش فيه بيندنج مومنتس. بعد كده بصيت على الكنترول لينك دي او اللي هي الابر بارت دي، فقلت برضه اشوف الفورسز اللي فيها وما تكونش اوفر ديتيرمنت. فخدت النقطه ايه، قلت والله لو عملتها هنج، بس لمز يكون هنج وفيها مقاومه للام واي اللي هي بتاعه الستيرنج. عملت كده ليه؟ عشان اقدر احركها. بالنسبه للتو لينكس التانيين سبتهم، لكن لما جيت احل المساله لقيتني اضطريت اخد 1 انون زياده من اللي كنت حاسبهم قبل كده، عشان اقدر اخلي المساله بتاعتي ستاتيكال ديتيرمنت. فدي مجرد تحايل على الحل، لكن لقينا التحايل معقول، ان طلع فعلا المساله بعد ما حلتها الاستاتيكال الفورس اللي انا افترضتها طلعت بنفس القيمه السابقه. بقيه المساله كان في اللينك بتاعت النقل اللي هي ان الفورس بتتنقل على اللينك دي ازاي، لقينا انها بتتنقل على شكل بوشنج في المسمار 2 وعلى شكل شير في المسمار اللي موجود عند 3 و 2. ودي ده اسمها تورك لينك. ايه سؤالك بقى؟ المساله النقطه دي اسمها تورك لينك، عشان نبقى عارفين اسمها. ماشي. ايه سؤالك بقى؟ انت بتقول هو بين 2 و 3 مثلا، على 2 خلاص هو في اكسيال، بس طب ليه برضه عن 3 في اكسيال وفي شيء؟ ده من الاكوليبريم بتاع الجزء ده. بص، ولازم يطلع لك بوشنج برضه. ليه؟ لان انت اساسا بتزق المنطقة دي بفورس، صح؟ الفورس دي عشان تتزن لازم يبقى موجودة هنا نصها وهنا نصها. فإذا المسامرين دول برضو متعرضين لنفس البوشنج، لكن بيتعرضوا أكتر لحاجة زيادة. هي النقطة دي ما فيهاش مومنت. ليه؟ لأنها هنج. وبعدين لو ضربت الفورس دي في المسافة دي
بيطلع لازم اللينك دي عليها مومنت، فالمومنت ده بيقاوم عن طريق الفورس دي، والفورس دي اللي هم بيطلعوا ان هم شير فورسز على البولت ده والبولت ده. اذا الاثنين دول عليهم نفس الفورس دي، نصها هنا ونصها هنا، ولكن يزيد عليهم ان بعد المسافه دي عن بعد الفورس دي عن النقطه دي، بيقول ان في عندي مومنت على اللينك دي، واللينك المومنت ده هيتولد عن طريق الفورسز اللي هنا. لو تلاحظ واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي عشان يعمل لك كابل، والكابل ده بيساوي الفورس دي في المسافه دي. فاذا في هنا فورس خلع اتجاه الاكسيال، لكن هي الفورس ديت ما تتاكد ان هي مش هتعمل لك فيلير، والاهم من كده انك مش هتخلع المسامير بتاعتك، صح؟ زي هنا بالظبط، يعني ما حصلش فيلير، زائد انها مش هتخلع بالاساس، لان الفورس دي ما بتبقاش بالضخامه بحيث انك تقول ايه انها تكسر المسامير، بس يعني ايه لازم تتحسب. اذا الفورس دي اكسيال، بينما الفورس اللي هنا في اكسيال وشير لازم يتصمم عليه. يعني مثلا ممكن ادي لك كمساله، اقول لك فيه في اللينك دي احسب المومنت اللي هنا، وبعد ما تحسب لي المومنت الا اللي هو التورك اللي ما بيأثر على التورك لينك، وهي دي التورك لينك، واعمل لي ديزاين للتورك لينك ده اذا كانت الابعاد دي معطيه، هتعمل ايه؟ تقول والله التورك ده هيحصل منه فورس هنا، والفورس دي هتعمل لي نفس الفورس هنا زائد انظر تورك غير التورك بتاع الستيرنج. لا، ده تورك هنا هو جاي من بعد من ده وده، اللي هو بيحاول يلف اللينك دي، ونتيجته ان في هنا تو فورسز، والمفروض اصمم المسامير دي تتحمل الفورسز الشير والاكسل. نعم. هما الاثنين واردين، بس دايما التورك بيجي من انك بتعمل ستيرنج، يعني بدايه الستيرنج بيبقى عند السواق اللي فوق. بس طبعا ممكن التورك ده العجله دي يحصل لها هتقع في مطب ولا حاجه تلف، فالحاله دي هتتنقل من تحت لفوق، والسواق يحس بالرجرجه عنه. لا بالظبط، زي ما انت ماشي في العربيه وتقع في مطب تلاقي العجله بتلف منك. بس يعني انا بتكلم على الحاله النورمال، ان انت بتعمل ستيرنج مش جاي لك ابلكيشن من الجراوند، ماشي؟ فده السبب ان احنا بنقول انه من فوق لتحت. خلاص كده، يبقى مش هنقول اكتر من كده في الاندر كارج في علينا، بس يبقى عرفنا الفكره بتاعتها ايه. الفكره بتاعتها ان الاندر كارج ستاتيكالي ديترمينت، بتحله الاول عن من اكسترنالي، وبعدين بعد ما تحله اكسترنالي انترنالي، وقد تضطر في السكه لانك تعمل تريك زي انك تضيف مجهول سبق حسابه قبل كده، واعتبرت تعتبره مره تانية مجهول، وتطلع لك يبقى تشك على نفسك ان يطلع بنفس القيمه. وبعد ما تحسب الفورسز عند كل النقطه، دلوقتي حسبنا الفورسز اللي موجوده في الكونكشنز اللي هم كانوا اتش وجي، وفي اللينكس اللي هم كان عند دي وسي، وفي التورك لينك، حسبنا كل ايه الفورسز دي. لكن لو تلاحظ احنا ما عملناش ستريس اناليس، احنا بس بنكتفي ان احنا نحسب الفورسز، لان احنا عارفين ان اللينكس والحاجات دي عشان تعمل اناليس هتضطر تحتاج فاينايت اليمنت، او تعملها بفاينايت اي طريقه للرقميه، كويس؟ يعني لازم هتحتاج هنا نوميريكال اناليس، فما بنخشش في الحته دي. والحقيقه كان معلش السنه اللي فاتت كان الدكتور باشمهندس محمد كان بيعمل لكم امتحان في النوميريكال اناليسيس في الفاينايت اليمنت، جزء من اعمال السنه، عشان تبص على النوعيه دي من المسائل، ان المسائل دي تيجي تبص ان محتاج تعمل فاينايت اليمنت عشان الديزاين ايه يكتمل، ماشي؟ ده بقى المساله اللي هتحلها، ده التقرير بتاعك، مساله شبه اللي اتحلت بالظبط، بس عشان تحضر نفسك اذا جالك مساله في الامتحان تكون عارف تعملها ازاي، ازاي تكتب المعادلات بتاعه الاتزان، ازاي تعمل لها ديريفيشن
لانكم بقالكم زمان ما اشتغلتوش ميكانيكا. تفتكر ان المومنت هو الار كروس اتش اللي هي الايه معادله المومنت بنحطها بالشكل الفيكتوريال ده، اسهل حاجه الار كروس فورس، الار كروس فورس، الار كروس فورس، معادله الاكوليبريم بتجمع الفورس وتساوي صفر، هنا بتجمع المومنتس وتساوي بالصفر، يطلع لك ست معادلات بتحلهم. وانا هعطي لك اكزامبل ايه، بس انا كنت عامل الاكزامبل بتاعي على ميبل، يا اما عندكم ميبل يا اما عندكم ماتلاب زي ما تحب، بس عشان تبقى شايف الحل بيتعمل ازاي لغايه ما وصلنا لللينك وازاي تعمل بريليمينري ديزاين لللينك بتاعت ايه الاندر كارج. وده هيقفل لنا موضوع الكارج، مش عايزين نختار منه. يبقى انا مستني منكم التقرير ده، ده كويس. قبل اعتقد المحاضرات عندكم كم محاضره لسه؟ ها؟ ثلاثة مش كده؟ نعم؟ ماشي، يبقى نقول المسألة دي جيبها الأسبوع الجاي مثلا؟ ماشي. طيب، وخلينا برضو إيه؟ معلش يا قول. مش فاهم قصدك. ها؟ لا مانيش عايز تعمل رسم على الصوليد اذا كان ده سؤالك. يعني بالنسبه لنا دلوقتي احنا عاوزين نغطي الاساسيات، مش عاوزين نخش ايه في ديتيلز. انا عاوز كالكوليت الرياكشن فورسز، الرياكشن بتاعت الاوليو، الكروس سكشن بتاع الكالكوليت. ستة مش موجودة معانا بس. لا ده هنا الدايمنشنز بتاعت الاي ان بولت، ده بولت بتعمل تحسب في البولت ماشي. بس السوليد وركس ده انساه. الماكسيمم ستريس في الاستيميت دايمنشنز بتاعت اللينك. معلم يا استاذ اللينكس دي انت بقول لك احسب الكروس سكشن اريا بتاعتها بس، يعني احسب الكروس سكشن اريا مش عايز بس، يعني بتحسب الفورس بتاع اللي في اللينك، بقول لك اختار الاريا بتاعت اللينك بحيث انها تبقى سيف، ما اختارش انك تختار الكروس سكشن، يعني احسب الاريا بتاعت الايه ماشي. يعني مجرد بس يعني ايه الوحيد اللي مش محتاجينه هياخد وقت من غير لازمه، انك تعمل ديزاين للتورك لينك، لانه هو فعلا ده محتاج شغل فناتن. فكنت بقول لك اعمل سوليد وركس واحسبها عليه، بس دي ما لهاش لازمه، دي كنا نعملها امتحان او مش امتحان، امتحان امتحان كمبيوتر يعني ماشي. خلاص خلاص يا اساتذه. طيب الكل بتاع التاني ده اللي هو بس انت احنا دلوقتي اتكلمنا على اول اللي هي الملحقات بتاعت الاندر كارج بتاعت الفيزيولاج، كان اول واحده اللي هي الاندر كارج. في عندنا ملحقات تانيه، هكلمكم المره دي على ملحقه زياده، وبعد كده الاسبوع الجاي ربنا ايه لو في اسئله على الحاجات دي نسالها. فهكلمكم دلوقتي على دي، اسهل دلوقتي اقولها بس يبقى خلصنا شويه حاجات سمعتوا عنها على الاقل، اللي هو الانجن ماونت. الانجن ماونت بتتعلق بطرق كثيره، معاك المحاضره والمحاضره لطيفه وبسيطه مش هتاخد منك حاجه، بس تشوف الاشكال، تحمل في الانجن، تحمل في الفيوزلاج. انا هتكلم على ايه اللي بتتحمل فيه الوينج المره دي، عشان تسمع الكلمه بتاعت بايلون. سمعتوا يعني ايه بايلون؟ تعرفوا يعني ايه بايلون؟ نعم. بتبص على الوينج بتلاقي في حته مدلدله كده متثبت فيها، يعني لما تسمع كلمة بايلون
عشان تبقى سمعت الكلام ده. بس قبل ما تخرج من هنا ادي الوينج كده، تلاقي فيه شير ويب كبير متعلق في الانجن هنا، ده اسمه البايلون. ده العوام الحاجات الشير طبعا، يعني ايه ما يهمكش ان هو شكله هايف كده. البايلون ده يعني مرة في الطائرة اللي كانت وقعت في الأقصر، اللي قال لك الإرهابيين وقعوا، القصص ديت كانت في سينا، في واحدة كانت طالعة من شرم الشيخ وقعت، اللي بعدها الروس بطلوا يجوا، ما بيجوا في السر، لكن بيقول لك بطلوا يجوا. ف رحنا بصينا على القصة ديت، فكان الطيارة البايلون بتاعها واقع هو والإنجن. فالبايلون ده كان تقريبا من أول هنا لحد هنا طول كده، يعني استراكشر ضخم يعني كويس. ده اللي كان متثبتة في الإنجن من تحت. فالبايلون ده عبارة بس بنبص له إن هو شير ويب، رغم الضخامة دي بتعتبر ان هو شير ويب، هو بينقل الفورس بتاعت الانجن للوينج للفيوزيلاج. فده ما يسمى البايلون. لو تبص على المناظر اللي هنا تلاقي في هنا كلمة بايلون متكررة عندك، بس يعني دلوقتي ايه فهمت يعني ايه. ده تلاقي مكتوب البالك هيد. البالك هيد عبارة عن ايه؟ عبارة عن ويب ثقيل في الانجن، في قصدي في الوينج، ويب ثقيل في الوينج بتعلق عليه البايلون زي ما انت شايف كده. بس لو انت دققت شوية كده هتلاقي حاجة غريبة، ان ده متثبت في نقطتين بس. طب هو متثبت في نقطتين دي يعني قلة حيلة ولا ايه الحاجة؟ هي المشكلة بتاعت تثبيت الانجن دي مشكلة غريبة جدا، ان الانجن حواليها بيبقى درجة الحرارة عالية، فعشان كده لازم تسمح بالتمدد في المناطق دي، وتسمح بالتمدد في المناطق دي. يعني مثلا ممكن تثبتها في نقطة هنا ولكن تسمح هنا ان هي انه يتمدد. انتوا عارفين زي الطرق زي الاسفلت في يوم حرارة، لو انت مثبت مش عامل الفواصل بتاعة اللي في الطريق ايه اللي بيحصل؟ ايوه تلاقي الطريق يتقبل. ليه؟ لانك لازم ما تسمحش باطوال كبيره، واذا سمحت بالاطوال دي لازم تعمل مسافات ممكن الطريق يتمدد. لان لو ما سمحتش بالمسافات دي الطريق هيقوم يخبط في بعضه ويتقب على الطريق، تلاقي الشارع معوج ويقول لك ايه منها لله الحكومه. يعني مش منها لله الحكومه، هو الديزاينر المنفذ حمار. يعني ليه؟ لان كان يدرك ان الحاجه دي طويله قوي والشمس موجوده غصب عنك، فلازم هداها يتمدد، ما فيش عنده فرصه يتمدد، عاوز يطول فيقوم الطريق يعمل كده. تيجي تلاقي الطريق مقبب طول ما انت ماشي، وده مش عيب في الحكومه ولا حاجه، ده عيب في اللي ايه نفذ الطريق غير مطابق للمواصفات. فنفس الكلام في الانجن بيحصل. يعني الانجن ده المنطقة دي، يعني طبعا انت الكلام اللي بيحصل عندنا في الطرق، انت بتتكلم عن درجة حرارة 40، هنا بتوصل درجة حرارة قرب الانجن 300 400، بتبقى منطقة سخنة. ليه؟ لان طبعا الانجن موجودة هنا صحيح مع انه لها عزل، لكن مع 6 ساعات سواقة بالمنطقة دي بتتمدد، فلازم يسمح بالتمدد في هذا البايلون. يعني مصيبة، اولا شايل انجن وهي مسؤوله عن زق الطياره ومش عارف يثبتها كويس، يسمح بانها ايه بتتمدد غصب عنه وقبل اللي خلفوه كويس.
فلازم تبقى عارف المشاكل دي، ان المنطقه دي صحيح ان ده شيء يعمل ده قوي جدا، لكن ما يقدرش يثبته على نقطتين بس. لذلك لما الطياره بيحصل لها حادثه ولا حاجه، اول حاجه بتقع هو البايلون. يعني انت هتعمل ايه؟ ما انت عاوزه يشيل صح، لكن ما انتش عايزه يتني. يعني انت لازم تحل المشاكل. يعني اول لما بتقع خبطه جامده في الطياره، خبطه ولا بتاع البايلون، ده سهل جدا يقع. رغم ان انت طبعا بتاخد البريكوشنز الكافيه ان يكون as strong as possible يعني، لكن مضطر انك تعلقه على نقطه واحده، والنقطه الثانيه لازم تسمح بالتنفس. فده اول مشكله في تعليق الانجن. انت شايف هنا هو ايه؟ يعني عامل هنا بوكس بالك هيد، وقلنا البالك هيد ده موجود في الانجن، ثبت عليه البايلون وعامل كل الاحتياطات الممكنة، ولكن دايما في مشكلة تثبيت هتبقى قائمة، انك عايز يسمح بالتثبيت يسمح بالحركة، وده هيضعف منه غصب عنك. نعم. ما شوف ما بيبقى سترونج انف منه ما يحصلش حاجه زي دي. هي عيب الويب ده. انت قصدك تقول البايلون ويب ولا ايه؟ كلمه يعني ما بيحصلش ديفورميشن تحت تاثير الثراست ابدا، يعني صعب جدا. لكن اللي بيحصل من تحت تاثير الحراره ده الاخطر. ودايما تأثير الحاجات اللي بتتعرض لحرارة، دايما الحرارة هي أخطر عنصر. ليه؟ لأن فرق 10-5 درجات، يعني 20 درجة بالكتير، تعمل لك ديفورميشن ما يعملوش 2000 باوند. يعني دايما كده. أنت عارف العربيات لما بيسخن الزيت بتاعها بيروح، يقول لك المكنة قفشت. هي قفشت ليه؟ مفيش لود اساسا، لكن اللي حصل ان درجه الحراره زادت على الاستراكشر، والاستراكشر بتاعك غصب عنك متثبت في حتت كتيره. فبتيجي تبص تلاقي الانجن يقول لك عجنت. هي ما عجنتش ولا حاجه، حصل لها اكسسيف ديفورميشن تحت تاثير الهيت، فباظت. لازم يقول لك الانجن لازم تتغير، ملهاش حل يعني. يعني الانجن بتاعت الطياره عيبها انها ما هياش بنفس القوه بتاعت الانجن بتاعت السيارات، لانك ما عندكش الصلاحيه انك تقعد تحط فيها خامات، فدايما بتحاول تخليها از لايت از بوسيبل، وده بيأثر على السترينث. صحيح انك بتحسن الماتيريال، لكن برضه لا تزال بتأثر على السترينث. عشان كده كلمة قفش ده لو حصل في الطيارة تبقى مصيبة. طيب، واحدة من التعليقات اللي موجودة أو التعليقات اللي موجودة على الانجن ده، يقول لك ده الفورورد انجن ماونت وده الافتر انجن ماونت. انت ناوي تحط الانجن هنا، خد بالك ان الانجن بتتحمل حتى بالعملية دي بتفيد الصيانة. ليه؟ لأن بيجي يبقى الانجن متحمل على نقطتين بس عندي، فيجي يجيب ونش يحطه تحت الانجن، وبعدين يفك المسمار القداماني، فالانجن تقعد على ترتاح على الونش اللي جاي يشيلها، يقوم فك المسمار التحتاني يفك الانجن. فك الانجن لازم يكون خفيف، لازم يكون ايه؟ سهل في الفكه وسهل في التركيب. وزي ما اقول لك بتلاحظ ان متثبته على نقطتين بس. فدي واحده من التثبيتات. ده
هيت الانجن بتيجي تثبت هنا وبعدين تركب هنا، يعني بتثبت هنا بنقطة ونقطة قابلة للانزلاق، يعني دي قابلة للحركة. لو تلاحظ النقطة دي عاملها ازاي، هنا ممكن دي تمشي، يعني ده اللي بنسميها رولر. لما تبص لها مش رولر ولا حاجة، لكن دي بتقوم مقام الرولر. والتثبيتة الأساسية هي اللي موجودة ورا هنا، يعني كأنه مثبت الإنجن هنا على الماونت واحد بس والتانية سندة، وهي دي هي دي الطريقة التثبيت. ما عندوش أحسن من كده، لأن لو ما عملش الحاجة ديت الإنجن نفسها مع الهيت ممكن يحصل لها ديفورميشن عادي. ف ده سؤالك دلوقتي ايه؟ الشفط اللي بيلف ده جواها. نعم؟ ده حاجة يعني بتسأل سؤال بره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. كويس. بتتكلم على ايه بقى دلوقتي؟ متحملة على ايه؟ لا دي ملهاش علاقة بالبايلون خالص. ده جوه الانجن. انا بتكلم انا بثبت الانجن على البايلون، ده لها هتشوفها دلوقتي. يعني هي بتيجي تثبت يعني ده الشكل بتاعنا، ده التثبيت الأولانية، ده التثبيت التاني. التثبيت الأولانية دي قصدي التانية دي، الجزء ده متثبت في الإنجن والجزء اللي فوق ده متثبت في البايلون. كويس. وهنا دي متثبتة في الإنجن، ده متثبت في البايلون، ده مسمار لو فكيته الإنجن تقع من هنا تلف، وبعد ما تلف بتبتدي تفك الاربع مسامير اللي هنا. الاربع مسامير دول بعتبر تثبيته واحده. الاربع مسامير دول يبقى فكيت الانجن كلها، او في احيان بتفك حسب التكنيك ممكن يفكها من هنا، وده دايما اللي بيحصل غالبا. يبقى تفك الانجن، تفك المسمار اللي هنا، وبعدين تفك الاربع مسامير اللي هنا وتطلع بالانجن، وبعدين تصلحها وترجع هنا تثبتها من الأربعة اللي ورا، وبعدين ترفعها لفوق تثبت من هنا. ماشي. طيب الانجن بقى بحسب التثبيتة بتاعتها ازاي، يعني هنا برضو هدي لك مثال وادي لك مسألة. المثال هو ايه؟ ان الاول نشوف التثبيتة دي بتتعمل ازاي. المسألة ديت زي ما يكون الانجن متحمله على سيمبل سبورتد بيم، هنا فيه هنج بيقدر ياخد تو فورسز، وهنا رولر بياخد فورس واحد بس. يعني في عندي تو فورسز، وده الفورسز اللي بتشيل المكنه، اتنين ورا وواحد قدام. ده طبعا فيها تبسيط شديد، لان الواحد الاف ده عباره عن اربع مسامير، ده عباره عن رولر، ده عبارة عن أربع مسامير برضو لآخره يعني. لكن تبقى مفهومة إن هي متحملة على سيمبلي سبورت، كأنها سيمبلي سبورت، يعني هي نفسها تحولت إلى سيمبلي سبورت بيم متثبت في الأندر كارتج. وده اسمه اللينك بتاع اللي مايل ده، اسمه اللينك، اسمه بص ده اسمه التنشن لينك. ايه بقى التنشن لينك ده؟ هو المفروض ده المكنة عاوزة تطلع لقدام، فالعمود ده هو اللي ثابت في البايلون، فبيشد المكنة بتشده لقدام، فده بيشد البايلون، بيشد ايه؟ الطيارة. فعشان كده بنسمي ده تنشن لينك، وبسمي ده تنشن بيم، وهنشوف الكلام ده اكتر دلوقتي بعد شويه. ده تنشن لينك وتنشن بي، وهنشوف المساله ديت اعتقد كان حلها وهنا، بس يعني انا افضل
كنت عاملها على هنا هنقول الكلام ده ونمشي عشان بس تشوف الحل ماشي ازاي، لان يمكن الصورة اللي هنا كانت عجباني اكتر شوية. ده التثبيتة ديت، وقلنا دي متثبتة في الانجن هنا ودي متثبتة في البايلون. وانت انا شايف دلوقتي ايه، انا بحاول اصغر الشاشة هنا مش عارف اصغرها ازاي. ماشي، ده اسمه التنشن بورد. ازاي بقى الفورس بتتنقل من الانجن للبايلون؟ الاربع مسامير دول بياخدوا من الفورس الرياكشن اللي هي الزد والاكس عند اتنين، دول بتحملوا على اربع مسامير هنا. بعد كده المسامير دي بتتنقل الفورس للتنشن لينك. التنشن لينك ده بيشيل فورس في اتجاهه بس، كويس؟ فعشان كده بقول احط تنشن بولت هنا برضو، بحيث يجي فيه فورس في البولت ده مع الفورس اللي في الثراست لينك، يبقى المحصلة بتاعتهم تساوي الفورس اللي موجودة في الأربع مسامير. ده الطريقة برضو اللي في التثبيتة ديت بنحسب الفورسز، وده عبارة عن تثبيتة خاصة مش هي الوحيدة، بس يبقى سمعنا مرة عن تثبيتة. يبقى في ثرست هنا، في ويت للإنجن، في عليها إن تكون ستة، أنا فرض ستة أو اتنين، فبقدر من الفورسز دي بحسب الاكوليبرام على الانجن، بقدر احسب الاف زد واحد واثنين والاف اكس اثنين. دي مسألة اكوليبرام بسيطة خالص بنطبقها هنا. نعم، انا عندي في فورس هنا ثرست جاي 4000، فيه ويت جاي لتحت. خد بالك انا ما بحسبش اللينك دلوقتي، دي بقى دي اللعبه. انا بحسب الفورسز اللي في المسامير دي الاول، لان دي اللي مرتبطه باللينك على طول. فبحسب الفورس دي الاف زد والاف اكس عند نقطه الثلاثه دي، كويس؟ دي على المسامير. بالنسبة لي ده هنج، المسامير دي هنج، بحسب الفورس في اتجاه الاكس واتجاه الزد. ازاي؟ اخد العزوم واخد الايكوليبرم في اتجاه الاكس واخد الايكوليبرم في اتجاه الواي، وده اللي هتلاحظ ان احنا عملناه بالظبط كده. خدنا الاكس ايكوليبرم والزد ايكوليبرم اللي هو بتاع المومنت ايكوليبرم، ده في اتجاه الزد. لو تلاحظ في اتجاه الزد سويته بالدبليو في الان، باعتبار ان الطياره لها انيرشيا. الان ده لو الطياره ماشيه ستيد ستيت هتبقى بواحد، لو بتعمل مانوفر هتبقى الان فارضها بسته، كويس؟ وبعد كده الفورس في اتجاه الاكس الثرست، والفورس في اتجاه الاكس الثرست ده، ومع الفورس اكس 2 هتبقى دي معادله الاكوليبريم، وبعدين زد واحد وزد اتنين ان اكوليبرام مع ان دبليو، وبعدين اتجاه المومنت باخد العزوم حوالين النقطه دي، يبقى الفورس ده في المسافه دي ناقص الفورس دي في المسافه دي. مجرد مساله بسيطه جدا، وبحسب منها الاتزان. طلع الاف اكس ب 2500 وهنا 2600، ونبتدي نتكلم في المساله عشان نشوف التثبيته بتاعت الانجن اللي عرفنا سببها ايه، برضه نعرف ببساطه كده هي ايه القصه بتاعتها. وعرفنا شويه حاجات كده، البايلون بحمل التثبيته سمبلي سبورتد عشان الثيرمال بروبلم، ودلوقتي طلع لي الفورسز دي، ادي الان دبليو، وهيطلع هنا في اف زد 2 وهنا اف زد 1.
الاف زد واحد ده اللي هو بيتحمل على جزء بيحصل له سلايدنج. وفي هنا برضو اف اكس 2 ماشي. بلاحظ دلوقتي ده اف زد 2 ان المحصله بتاعه الفورسز دي هتطلع لي بهذا الاتجاه كده كويس. ولكن اللينك بتاعتي مش شرط انها تبقى في الاتجاه ده، اللينك دي ممكن تكون عامله كده يعني دي الزاويه بتاعتها ثابته، ممكن تكون على 10 درجات 20 درجه 30 درجه. يبقى في عندي هنا اتجاهين، اتجاه بتاع الفورس اكس، اتجاه بتاع الفورس زد، ودول بيعملوا لي اتجاه الريزلتنت فورس اهيت. والريزلتنت فورس دي بلاقيها ما بتتقاش في اتجاه اللينك، فعشان كده بنعمل التنشن بولت اللي انت شايفينه ده. التنشن بولت ده بيعمل لي فورس هنا بحيث تخلي محصله الريزلتنت فورس دي زائد الفورس اللي جايه من التنشن بولت بتبقى في اتجاه اللينك. ليه؟ عشان ما اخليش اللينك ليه تاخد بيندنج. يعني التنشن بولت ده يبقى الغرض منه حمايه اللينك من البيندنج. ده هي اللينك دي هي اللي بتشد الطياره، فانا عايز احافظ عليها قدر الامكان كويس. فاذا بحسب هنا ايه دلوقتي؟ لو قلت لك مثلا احسب لي الفورس اللي في اللينك، انت تقدر تحسب دي وتقدر تحسب دي صح. لو عايز تحسب الفورس اللي في اللينك هتقسم دي على تاني الزاويه دي صح ولا على ساين؟ لا على كوساين مش كده. هتقسم الفورس اكس على كوساين سيتا، حيث الزاويه السيتا دي هي الزاويه بتاعه اللينك، هتجيب الفورس بتاعه اللينك ماشي. عايز تجيب الفورس دي هتجيب دي اللي دي عباره عن الجذر التربيعي لاف زد تربيع زائد اف اكس تربيع ماشي. لو انت عملت الدياجرام ده ورحت منزل فيكتور كده هيبقى الفورس اللي هنا هي ان ايه ده بتاع الاف بتاع التنشن بولت. يعني الفورس اللي في التنشن بولت عشان تريح اللينك هتبقى تقدر تحسبها من المعادلة دي. طيب الفورس اللي جبتها هنا لو قسمتها بقى عندك، احنا قلنا فيه الكونكشن اللي هنا فيه مثلا 2 بولت 2 يعني فيه 4 بولتس 6 بولتس 8 بولتس عادة بيبقوا 4. لو قسمت الفورس دي على دي ريزلتنت فورس على عدد البولتس هيديني الفورس بتاع البولت. انهي بولت بقى؟ البولت اللي انا مستعمله في التثبيته بتاعت الجزء العلوي والجزء السفلي من التثبيته، اللي هي حته ثابته في الانجن وحته ثابته في ايه؟ في الاندر كارز. يبقى دي طريقه حساب ده الفورس اللي موجوده في البولت، لكن دي الفورس اللي في التنشن بولت اللي هو بضطر ان انا اجيب اللينك دي واحط فيها هذا البولت واقرط عليه بحيث ان الريزلتنت بتاعه الفورس في اتجاه اللينك تبقى في اتجاه اللينك. لا لا ده في البلين بتاع السبورة. بص على الرسمة كده. ده الجزء اللي ثابت في البايلو، خدت بالك؟ في نفس البلين بتاع الانجن.
اللي هو هنسميه الواي بلين، ماشي. بس دلوقتي عرفت التنشن بولت معمول ليه؟ ان الفورس اللي جايه من الاربع مسامير دي لها علاقه باللود اللي عندي والمعادلات الاكوليبريم. يعني بقى احسب منها ببساطه الفورس دي والفورس دي، واحسب الفورس دي. الفورس دي مش هي اللي بتشد الطياره. لو ان انا اسقطت الفورس دي على مش اسقطت، عملت خط موازي للبولت يقطع الدايركشن ده، يبقى دي الفورس اللي بتبقى في التنشن بولت. ده الفورس اللي لازم تكون موجوده في التنشن بولت. ليه؟ بحيث ان الريزلتنت فورس اللي جايه على الاربع مسامير مع البولت ده يكون في اتجاه اللينك. بان دلوقتي يعني كأن انا عندي جزء من الكونكشن دي، اللي الكونكشن اتنين مكونه من حتتين، حته ثابته في الانجن وحته ثابته في البايلون، والتوصيله بينهم هنا اربع مسامير. حسبت الفورس بالاربع مسامير وقسمتها اربعه، تطلع الفورس على اربعه دي الفورس بتاعت البولت مش التنشن بولت. التنشن بولت لازم اجيبه ازاي؟ ان انا اجيب الفورس دي واحط موازي كده للبولت اللي هو غالبا في هذا الاتجاه، يبقى المسافه دي هي عباره عن التنشن بولت فورس. تبقى تحسب لي التنشن بولت فورس وتحسبها بالطريقه دي، كويس. عندك الزوايا بتاعتك، تحسب الزاويه دي وتحسب الزاويه دي، يعني تحسب الزاويه دي وتطرح منها 60، يعني تعمل شويه جيومتري كده وتوصل ليها، كويس. المهم في الاخر ان الفورس دي لها معنى، دي التنشن بولت. طب الفورس دي لها معنى؟ نعم. لا ده اللي على الاربعة بولت هي دي، اللي هو مجموع اف اكس واف زد، كويس. ده لو قسمت ده على اربعة يطلع لك ده، علشان ده هو الاف تنشن بولت، ده هو الاف ار، ده الاف ار اللي لما قسمته على اربعة يطلع لك. نعم. ده هو لا الاف زد، ده هو نفس الاف زد، ده الفرق بين الفورس المطلوبه في التنشن بولت والاف زد، ماشي. قول رابط ايه؟ كويس. ده مربوط في الجزء ايه؟ ده موجود هنا، ليه تثبيت هنا، كويس. الغرض منه ايه؟ ان الرياكشن اللي طالع من هنا اطرح منه حبه بحيث اخليه موجه في الدايركشن ده، يعني الريزلتنت دي بتطلع كده. فانا بحط هنا فورس عن طريق البولت ده، كويس. وعاده ما تبقى تنشن، هي باينه هنا انها تبقى كومبريشن. اذا البولت ده لازم يسمح بالتنشن والكومبريشن، يعني التثبيته دي تسمح بالتنشن والكومبريشن، بحيث ان انا اقلل او ازود المحصله بتاعت الفورس دي. خلينا بس الاول في الفكره، بعد كده هتقول لي طب ما المفروض ده يبقى متحمل على سبرينج مثلا، بحيث انه يتحمل الفورس دي لما تقل او تزيد او بتاع، مظبوط. هيبقى فيه اشكاليه في الديزاين بتاع المنطقه دي، يعني المنطقه دي لازم يكون بها برضه فيها فليكسبيليتي، بحيث لما الفورس دي تتغير ما يتغيرش الاتجاه بتاعها، عن دايما يكون اتجاهها في اتجاه ايه؟ اللينك. فعشان كده البولت ده بيتعمل، لكن البولت ده فيه كلام صح، لكن بقول هو غرضه ايه؟ انه يخلي الريزلتنت فورس اللي جايه من الاكوليبريم هنا
مع التنشن بولت يكون في اتجاه اللينك. ليه؟ لان انا مانيش عايز احط الفورس عمودي على اللينك، لان اللينك عايز احتفظ بيها ستريت اول ذا تايم. ماشي. انا هنا في المساله دي عملت تو كيس. الحاله الاولانيه لو الطياره دي ماشيه ب ان بواحد، رحت حاسب الفورس في اتجاه الزد اتجاه الاكس، وتلاحظ الاكس ما اتغيرتش لان كان نفس الثرست، والفورس في اتجاه الزد عند الان بواحد طلعت 1444. ماشي. في اتجاه الزد كانت 1444 سواء في حالة الان بواحد او ان بستة. طيب، طب ايه اللي فرق بين الاثنين دول؟ ان الاف زد اتغير، اتغير من 1444 ل 2200. يعني هنا الاف زد اتغير، برضو الفورس دي قدامك هنا، يبقى بتلاقي ان الفورس اللي هي ال 2000 ديت لما قسمتها على 4 هيجيب لك الفورس على كل مسمار. مظبوط. لو نزلت الجزء، يعني عملت مش الاسقاط، عملت الخط الموازي للتنشن بولت، هيقول لك ان التنشن بولت هنا في 682 كيلو جرام. صح. في الحاله دي التنشن بولت هتلاقي فيه كام؟ فيه كومبريشن قد ايه؟ ب 652. يعني هنا هتلاقي فيه تنشن، هتلاقي هنا في كومبريشن. فاهمين بقى ولا فاهمين حاجه ولا لا؟ فاهمين حاجه يا اساتذه؟ يعني هو ده الدياجرام اللي بتحل بيه الفرص دي. هو فاهم حاجه؟ فاهم حاجه؟ يعني لما تيجي تحل المسائل دي هتعمل ايه؟ هتجيب الاكس وهتجيب الزد وهتجيب المحصله وتقسم على عدد المسامير، تجيب الفرصه على مسمار واحد. لكن مش هو ده على المسمار اللي تحت. بجيب الفرصه دي لو نزلتها بحيث ان اتجاه الريزلتنت فورس يبقى ده الفورس اللي احطه في المسمار، بحيث يخلي الفورس المحصله في اتجاه ايه؟ في اتجاه اللينك. يبقى دي هي الزاويه بتاعه اللينك. هو احنا دايما مش بنقسم الفورس على المسامير، بنحسبها شويه اكس وشويه. ما هي الفورس اللي هنا اساسا ده الاكس اتجاه الاكس وده اتجاه الزد. عاوز تقسم. عشان اجيب الريزلت بس اللي هتتنقل لللينك. بس كلامك صح، انا ممكن اقول الفورس دي عليها في اتجاه الاكس الرقم ده على 4، وعليها اتجاه الاكس قصدي الرقم ده على 4، وعلى اتجاه الزد الرقم ده على 4. ماشي، ده كلام صح. بس انا هنا كان تركيزي اكتر ان انا اجيب الريزلتنت فورس عشان اشوف الزاويه اللي بينها وبين، عشان اشوف الفورس دي لازم احط من التنشن بولت قد ايه عشان اخليها تبقى في اتجاه ال. ماشي. بس كلامك صح. فدي كانت المساله عشان الاربعه بولتس اللي هم راكبين تحت دول، فجيبهم من الاف من الريزلت بتاع الاكس والاف زد ولا الاف زد دي؟ لا، يعني موازمين لك الف هنا حاجه دلوقتي. ده اللي ده بجيبها الاف اكس من الريزلتنت والاف زد من الريزلتنت. هي الحقيقه انا بعتبر ان الاربع مسامير نقطه واحده، بجيب لها الاف اكس والاف زد. ماشي. بعد كده في التقسيمه بقى، انا قلت لك ده الفورس اللي على الاكس وده الفورس وده المحصله. زميلك بيقول لا، ده احنا المفروض ناخد اللي في اتجاه الاكس نقسمه واللي في اتجاه الزد نقسمه. كلامه صح. لكن انا هنا ببص على حاجه ثانيه، انا عايز المحصله عشان اشوف اتجاهها مع اتجاه اللينك، واشوف احط على التنشن فيلد قد ايه او على التنشن فورس قد ايه
عشان اخلي الريزلتنت فورس تقلل. ماشي؟ فدي المحاضرة التانية اللي هديها لكم على الكونكشن التانية، وايه نكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي. اللي هو الانجن ماونت برضو، يبقى ايه خدنا فكرة كده عن شوية حاجات عن البايلون وعن التثبيتة. في عندي فرونت، على فكرة كل تثبيتة من دول بتتعمل لها هيفي ويب، يعني كل تثبيتة من دول ما ينفعش تحمل على الصاج، لازم تكون عامل سبيشال استراكشر بيشيل الويبس ده. وانا بس يعني ايه معلش اقول لكم الصور الاول وبعدين ده عبارة عن البايلون اللي بيشيل. طبعا واضح ان هو يعني استراكشر تقيل، مش ايه مش خفيف. يعني البايلون ده الانجن بتتحط فيه زي ما شايف من الرسمة ده، ده التثبيتة بتاعت البايلون، واضح ان هو بالشكل ده استراكشر تقيل مش خفيف، وبتتحط الانجن هنا. ده في حالة الديزاين ده، حالة الديزاين ده، والاتنين دول متثبت، البايلون متثبت هنا في نقطتين وهنا في نقطة تالتة. ده غالبا دي النقطة المسموح فيها بالحركة، كويس، بحيث ان هو لما يجي يفك البايلون هيفك من هنا الأول بعدين يخلع ده. يعني ال هنا برضو بيقول ده البايلون متثبت بالشكل ده، حتى البايلون واضح. بعد كده هنا عامل لك الانجن ماونت الاولاني والانجن ماونت الثاني، يعني ايه كان بالشكل ده الانجن هتيجي فين؟ هتيجي تحت، صح؟ فاذا البايلون ليس ايه؟ ليس ستراكشر قليل. دلوقتي انا عاوز اديلكم الورقه ديت المساله دي و عاوزين كمان الاكسرسايز اللي هنا. يعني دي اكسرسايز كلها بسيطه، يعني هنا في الاكسرسايز ده تحله ما عدا السوليد ووركس والفي ماب ما تعملهمش، كويس. يعني تعمل الاكسرسايز ده، شيل الحتة اللي عليها الكمبيوتر مش هنعملها لان ايه عاوزين نركز على المواضيع دلوقتي. يبقى هنعمل الكونكشن بتاعت الانجن اتكلمنا فيها دلوقتي، الكونكشن بتاعت الاندر كاريدج اتكلمنا فيها دلوقتي كده. عندكم مسألتين بثمان نمر تقدموهم بسرعه، ماشي. كل مساله من دول انت انا حاطط لكم توزيع درجات، مش كده؟ كل اكسرسايز من دول عليه اربع نقط كده، مظبوط؟ نعم. لا لا اسمعني، لا انا هعطي لكم مسائل محلوله تعملوا زيها. انا هعطي لكم المسائل محلوله هنا تعملوا زيها، فانا بتهيألي ايه اسبوع كتير. يعني انا ارجو انكم تخلصوهم بسرعه، بس الاهم من كده الاول تاخدوا الشابتر بالمساله المحلوله بتاعته، خلاص؟ وهتقريها هتلاقي العمليه اسهل مما تتصور، يعني عشان نخلص من اعمال السنه بتاعتكم.
يبقى حد بقى يجي ياخد الانجن ماونت ده. انت خدت الاندر كارج ماونت؟ في حد معاه اسمه؟